اللغة العربية المرحلة الثانية لرياض الأطفال حرف الذال احنا عارفين ان كل حرف من حروف اللغة العربية ليه شكلين شكله هو منفصل واقف لوحده على السطر وشكله هو متصل فارد ايده على السطر وبيمسك ايد اصحابه ما عدا عندي ست حروف، الست حروف دول ليهم شكل واحد بس، الست حروف دول اسمهم ايه؟ اسمهم ست حروف قطع، ايه هما؟ الألف والدال والذال والراء والزاي وكمان الواو طيب الحروف دي احنا عارفين كويس جدا ان الحرف اللي قبلها بيمد ايده فهي بتمسك فيه لكن بعدها لا يمكن أبدا أبدا تمد إيديها لأي حد، إحنا عارفين إن كل حرف عنده أربع حركات، لما بتدخل على الحرف بيغير صوته، عندي هنا حرف الذيل لما بنحط عليه فتحة بينطق ذا، ذي. ذال كسرة ذي، ذال ضمة ذو، ذيل سكون ذَ أول كلمة من كلمات حرف الذال هي كلمة ذيل ذ ي ل يلا نكتب مع بعض كلمة ذيل ذ ذ ده صوت حرف الذال ولازم لما آجي أنطق حرف الذال لازم بطلع حتة صغيرة من لساني عشان دي من الحروف اللثوية يلا مع بعض نكتب ذا طيب انا دلوقتي لما اجي اكتب حرف الذال احنا عارفين ان هو من حروف القطع فهيبقى واقف لوحده على السطر ما بيمدش ايده ابدا لاي حد ذا ذا صوت الحركه القصيره الفتحه برافو عليكم ذا ي, ي صوت حرف الياء بعد بمسافة صغيره هكتب الياء الياء هنا هنكتبها متصلة برافو عليكو علشان هتمد ايديها وتمسك الحرف اللي بعدها زي ل ل فردت الياء ايديها و صوت حرف اللام وهكتب اللام منفصلة عشان هي في آخر الكلمة شاطرين يلا نحلل مع بعض كلمة ذيل احنا عارفين ان التحليل ان كل حرف بيسيب ايد الحرف اللي بعديه وبينزل منفصل يلا نحلل الكلمة ذيل مع بعض ذي ذي صوت حرف الذيل يلا هتكتب ذيل ي ي صوت حرف الياء هتكتب ياء منفصلة ل اللام هتنزل برضو منفصلة ثاني كلمة من كلمات حرف الذيل هي كلمة ذي راع ذي راع احنا اتفقنا ان احنا لازم نسمع كويس عشان ننطق كويس ونكتب كويس، يلا نسمع الكلمة عشان ننطقها ونكتبها: ذي ذي صوت حرف الذال برافو هنكتب الذال طيب صوت الحركة القصيرة ذي كسرة برافو ذي كسرة ذي ر ر صوت حرف الراء الذال هنا من حروف القط فمش هينفع طبعا ان هي تمد ايدها للي بعدها الحرف اللي قبلها لو في حروف قبلها هي اللي بتمد ايدها لكن طالما مفيش حروف قبلها هي بتقف لوحدها على السطر ذي ر ر صوت حرف الراء هنكتب الراء ذي را آه. هنا عندي مد ذي را آه. بمد المد هنا اسمه مد بالالف شاطرين طبعا الراء مش هتمد ايدها عشان الراء من حروف القطع ما ينفعش ابدا انها تمد ايدها للي بعدها طب ذراع ادي المد بالالف هنكتب الالف احنا عارفين ان المد بالالف ما بيحبش الهمزه ما ينفعش ابدا يتحط عليه همزه هيقف عصايه واقفة على السطر لوحدها ذراع صوت حرف العين والعين هنا برضو هتتكتب منفصله علشان الحرف اللي قبلها حرف قطع شاطرين يلا هنكتب مع بعض تحليل الكلمة نحلل مع بعض احنا عارفين حلل الكلمة يعني بفككها وخلي كل حرف من حروف اللغة العربية واقف لوحده على السطر منفصل يلا ذي ذي صوت حرف الذال برافو نكتب الذال ذي ر ر صوت حرف الراء ذي را. المد بالالف راع صوت حرف العين وهنكتبه منفصل ثالث كلمه من كلمات حرف الذال هي كلمه ذره ذو ذ ذو لازم اسمع كويس وانطق الكلمه كويس علشان يا حبايبي نعرف نكتبها كويس يلا نسمع وننطق ونكتب يلا نكتب مع بعض ذو ذو صوت حرف الذال برافو عليكم يلا هنكتب الذال ذو و ده صوت الحركة القصيرة اللي هي الضمة شاطرين ذو ر ر ر صوت حرف الراء شاطرين طيب هنا الذال مش هينفع إنها تمد إيدها للي وراها لأنها من حروف القطع فهتبقى واقفة لوحدها على السطر وهنكتب الراء ذو ر الرأ. ها صوت برافو اله ده صوت التاء المربوطه دي حاجه اسمها تاء مربوطه بتبقى دائره صغيره على السطر وفوقها نقطتين ذوره ها اله دي اللي هي التاء المربوطه وهتبقى واقفه طبعا لوحدها على السطر عشان الحرف اللي قبلها من حروف القط فمش هينفع ان هو يمد ايده ليها ذوره يلا مع بعض هنحلل الكلمه احنا قلنا هنحلل الكلمة يعني هنفكك الكلمة هنخلي كل حرف واقف لوحده على السطر منفصل يلا حبايب ذو ذو الذال ر ر الراء ر ده صوت التاء المربوطة اللي دائرة صغيرة وفوقها نقطتين رابع كلمة عندي هي كلمة جذر ر احنا هنا حرف الذال لقيناه في وسط الكلمة احنا اتفقنا قبل كده ان السكون دايما بيجي في وسط الكلمة او في اخر الكلمة يلا نكتبها مع بعض ج ج صوت حرف الجيم الجيم هنا هيبقى منفصل ولا متصل طبعا هيكتب متصل عشان في حروف بعدي ج ج ذ ذ حرف الذال برافو هنكتب الذال وهيكون عليه سكون جذر ر صوت حرف الراء هتكتب الراء بس هتكتب مش ماسكه في الذال لان الذال من حروف القطع وحروف القطع بيمسك في الحرف اللي قبله مش بيمسك في اللي بعديه يلا نحلل كلمه جذر احنا عارفين ان التحليل كل حرف بيسيب ايد الحرف اللي جا اللي بعديه وبيقف لوحده منفصل ج, ج جيم منفصله ذ ذ. صوت الذال جذر ر. ر. صوت حرف الراء الى اللقاء مع حرف جديد